did. فالفعل اللي بعدها لازم يكون في صيغة المصدر in the infinitive form. في الحالة اختار go، اختار go وليس goes. لو كان مضارع وليس went ماضي، لو قلنا she went to school yesterday، ذهبت للمدرسة أمس، أوكي went. لكن عندنا did فلا يجتمع علامتي ماضي، لا تجتمع عندنا علامتي ماضي في نفس الوقت. إذا she didn't go، she didn't go. The last exercise، آخر تمرين. I the match with my friends last night. Watched. Okay, watched. طبعا في أي زمن هي الآن؟ في زمن الماضي. كيف عرفنا أنها ماضي؟ عندنا last night. Last night. Last night الليلة الماضية، البارحة يعني. فهي ماضي. طيب في هالحالة راح نستبعد watching لأنها ليست ماضي، ونستبعد watches لأنها ليست ماضي. يتبقى عندنا didn't watched وعندنا watched. طيب ليش النفي غير صحيح؟ لماذا لم نقل أنها منفية في الماضي ونقول didn't watched؟ What's wrong with it؟ وش الخطأ في الاختيار didn't watch؟ لأن فيه didn't. Very good. احنا قلنا إذا كان في did، زي المثال اللي قبل شوي، إذا كان في did سواء بالإثبات أو في النفي فلا يجتمع معها الماضي، تكفي هي علامة للماضي. And in this case we choose watched. I watched the match with my friends last night. Okay. طيب نكون كذا انتهينا، فرح نقفل الشاتنج شوي حتى نستمر في الموضوع الجديد. طيب الآن بداية as usual we start with vocabulary. راح نبدأ بداية في الكلمات. اللي معها الكتاب it's on the book page 16. اللي معها الكتاب فهي موجودة في صفحة 16. Okay. طيب الكلمات راح ناخذ معاني الكلمات وهي أيضا موجودة معكم في الملخص. أنا نزلت ملخص اللقاء هذا واللقاء القادم مرة واحدة في المنتدى، فاللي ما هو معاه ممكن يرجع له في المنتدى. طيب advertising، what's the meaning of advertising؟ مش معنى advertising معناها الدعاية، الدعاية والإعلان. advertising. okay. إذن advertising معناها دعاية، دعاية أو إعلان، دعاية. okay. طيب amenities، what's the meaning of amenities؟ معناها وسائل الراحة. راح يمر علينا أن بعض الشركات they provide amenities for the employees، توفر وسائل الراحة للموظفين من أجل راحتهم وزيادة إنتاجيتهم. طيب اللي بعدها appointment، وهذه من الكلمات الشائعة جدا، هذه من الكلمات الشائعة والمهمة اللي هي بمعنى موعد. موعد مع من؟ ممكن تكون appointment with the doctor، ممكن يكون موعد مع الطبيب. appointment with the manager، موعد مع المدير. appointment with the mechanic، مع الميكانيكي لإصلاح سيارة، etc. إذا appointment معناها موعد. appointment. طيب diary، إيش معنى diary؟ diary معناها مفكرة، مفكرة. diary معناها مفكرة أو دفتر الملاحظات. عادة مثلا السكرتارية أو حتى المدراء يكون معه دفتر صغير يكتب فيه الملاحظات أو حتى المواعيد أو الأشياء اللي بيسويها بكرة وخلافه، هذا تسمى diary. diary. وبعضهم يستخدمه كمفكرة للأشياء اللي قام بها، كنوع من التدوين والتسجيل للأشياء اللي قام بها. بعض الناس المشاهير مثلا لما يموتون مثلا الناس تأخذ المفكرات اللي تركوها ويتكلمون عن حياتهم الخاصة، أيضا هذه تنطبق عليها diary. إذا diary معناها مفكرة، مفكرة. next editor، editor معناها محرر. editor مثلا في مجلة، المجلة عادة المواضيع تمر على المحرر اللي هو editor. editor هو اللي ياخذ المقال، والله هذا جيد ما هو جيد، يحتاج تغيير، يحتاج إضافة، يحتاج تعديل، هذا هو editor. editor محرر.
في دايركتور، لا تخلطهم، دايركتور في البرامج التلفزيونية والأفلام هو آخر شخص يذكر في المقدمة، يقول لك دايركتور فلان، اللي هو إخراج لك دايركتور، لكن هذا إديتور. طيب اللي بعدها إليفيتور، إليفيتور معناها مصعد، إليفيتور معناها مصعد، إليفيتور. وفي كلمة أخرى أيضا بمعنى مصعد اللي هي ليفت، ليفت ليست ال اي وإنما ال اي اف تي، ليفت ال اي اف تي معناها مصعد ليفت، لكن ال اي اف تي ليفت اللي هو يسار أو الماضي من ليف ترك ليفت، لكن هنا ليفت ال اي اف تي مصعد بنفس معنى elevator. For example, you say the elevator is out of order. المصعد لا يعمل. We have to take the stairs. شو معنى stairs؟ معنى الدرج. المصعد عطلان، لابد أن نأخذ الدرج، يعني نمشي نصعد به عن طريق الدرج. طيب games room واضحة جدا، أعتقد من كلمات الشائعة جدا games ألعاب، room غرفة، في غرفة ألعاب. وهذه أيضا ترى واحد يقول وش علاقة نطيب غرفة ألعاب، احنا نتكلم عن بزنس انجلش، أيضا هذا موجود في بعض الشركات، وأنا أعرف شخصيا واحد كان في الاس تي سي في مكان خاص للموظفين اللي يمارسون فيها الألعاب. أوكي، جيمز روم غرفة ألعاب. أيضا في وقت البريك يستطيع الموظفين يروحون، اللي ياخذ كافي، اللي يلعب، يرفع عن نفسه حتى يعود نشيط في العمل. طيب اللي بعدها اوفيس، ايش معنى اوفيس؟ واضحة طبعا معناها مكتب، مكتب سواء مكتب شخصي للشخص نفسه، تقول where is your office؟ my office is on the second floor، مكتبي في الدور الثاني. واوفيس ايضا مكتب الشركة نفسها، مثلا نقول HTC has two offices or three offices in الخرج، مثلا فيها ثلاث مكاتب في مدينة الخرج. They have one office in حريملة، مثلا في مكتب في حريملة، أيضا بنفس المعنى، سواء office هو مكتب يمثل الشركة أو office هو مكتب الموظف نفسه داخل الشركة، كلها تكون office. طيب open plan، open plan هنا يعني المعنى ليس المعنى الحرفي المذكور أمامكم. المعنى الحرفي open معناها مفتوح، وplan معناها خطة، لكن في السياق اللي بتمر علينا في الوحدة هذه ليس لها علاقة بالخطة المفتوحة، وإنما معناها النظام المفتوح في المكاتب، معناها النظام المفتوح في المكاتب. هذا سياسة في بعض الشركات، بدل ما يخلون كل موظف له مكتب وله باب ويغلق، يحطون زي البارتيشنز، فأن جالس في قاعة كبيرة فيه نوع بسيط من الخصوصية، بحيث أن كل واحد له مكتب وله كرسي جنبه، لكن أيضا مفتوح على بعض، تستطيع أن تشاهد الموظفين الآخرين. هذه يعني سياسة تتبعها بعض الشركات، هذا يسمى open plan. open plan والنظام المفتوح في المكاتب، نظام الـ partitions. طيب quiet room، quiet room اللي هي غرفة الهدوء، واضح من اسمها الغرض منها هو الهدوء، هو الهدوء يعني غرفة يقصدها الناس للجلوس والراحة بدون زعل. يمكن واحد يفتح جواله ويقرأ بصمت كتاب، هذا يسمى quiet room، غرفة الهدوء يعني غرفة صامتة، غرفة صامتة. طيب اللي بعدها stairs، stairs ذكرون مرة قبل شوي كلمة elevator مصعد، الآن stairs اللي هو الدرج، الدرج وشكلها بالفتحة، ليس الدرج وإنما الدرج، stairs stairs. finally workplace مكان العمل، مكان العمل يعني مكان العمل، المكان اللي الناس يعملون فيه يسمى workplace. okay some for example some companies provide games room
in the workplace. يعني بعض الشركات توفر غرفة ألعاب في مكان العمل. فهذا جمعنا كلمتين في نفس الجملة. أوكي؟ فهذا هو الجزء هذا وهو جزء vocabulary الكلمات. هذه هي الكلمات ومعانيها وهي موجودة أيضا في الملخص المطروح في المنتدى. طيب next step is the conversation page 110. أوكي؟ المحادثة اللي في صفحة 110. صفحة 110 Model 3.1 Model 3.1 Model 3.1 زين عندنا يعني محادثة واحدة اليوم. Okay, follow up please. تبع معي الآن. Model 3.1 في صفحة 110 في أسفل الصفحة من اليسار. Hello, I have an appointment. من الكلمات اللي مرت علينا قبل شوي يقول أنا عندي موعد. I have an appointment with Maria Young at 9:30. At يعني في الساعة 9:30. At يعني نستخدم مع المواقيت. At. I'm Naoki Inoue from Dentsu. وأنا Naoki Inoue from Dentsu. Good morning, Mr. Inoue. Could you wait a minute? ممكن تنتظر دقيقة. Please, عفوا تنتظري مخاطب امرأة. Miss Young, Mr. عفوا Miss Young اللي هو المديرة. لكن Mr. Inoue شخص هذا اسمه Mr. Inoue. Mr. Inoue from Dentsu is here. قد قال yes, I will. Please come this way. Thank you. طبعا كأنها نوع من يعني أحد المواقف اللي تمر على الأعمال اللي هو شخص يتصل ويطلب لقاء أو يحضر لقاء المدير السكرتير أو السكرتيرة تبلغ المدير ثم تقول تفضل. طيب come in Mr. Inoue. It's very nice to see you again. يعني جيد إني أراك مرة أخرى. How are you؟ فرقوا بين how are you و who are you. How are you يعني كيف حالك. Fine, thank you. وهذا عادة في المحادثات لما شخص يقول لك مثلا how are you تقول fine. ليش مقصود انك تجاوب تقول لي طيب ولا كويس and that's it. No, it's polite من اللطف انك تكمل كلامك وتقول وتشكر الشخص اللي سأل عنك وتقول fine, thank you. Please have a seat. وش معنى have a seat؟ have a seat يعني اجلس. كانت بعبارة أخرى تقول sit down please. have a seat يعني خذ لك كرسي يعني خذ لك مكان اجلس يعني seat. seat معناها مقعد أو مكان الجلوس. have a seat يعني تفضل بالجلوس have a seat. okay. would you like a cup of coffee؟ يعني ودك فنجان من القهوة. Would you like a cup of coffee? Oh yes please. نعم. Would you like هذه من أساليب offer اللي هو العرض كيف تعرض شيء معين. Would you like a cup of coffee? Would you like some water? Would you like to sit down? Would you like to have إلى آخره. Janet الآن كلمت Janet. Janet could we have some coffee please? ممكن تعطونا قهوة. دور ناك من يطرق على الباب. Come in. Oh, hello Greg. الآن دخل واحد اسمه Greg. Morning. Morning يعني اختصار good morning. Morning. Mr. Inoue, I'd like you to meet Greg Adams. I'd like you to meet. لاحظ مر علينا في البداية I'd like to meet. I'd like to meet يعني أنا جاي أبي أقابل أرغب في مقابلة المدير. I'd like to meet the manager. لكن هنا لما تعرف شخص على شخص آخر فتقول للشخص هذا I'd like you to meet فلان. أنا أودي أنك تقابل فلان تتعرف على فلان. I'd like you to meet. I'd like you to meet Greg Adams. تفضل وقت شوف تقابل وتعرفك على Greg Adams. Our marketing manager. مدير المبيعات. Greg
ويعرف عاد بالمقابل جريج this is Naoki Inoue from Dentsu. وهذا Naoki Inoue from Dentsu. Pleased to meet you. ايش معنى pleased to meet you؟ يعني I'm happy to meet you. Nice to meet you. أنا سعيد بمقابلتك. Hello, good to meet you too. وأنا أيضا سعيد بمقابلتك. How was the journey here؟ كيف كانت الرحلة إلى هنا؟ Okay. فهذه يعني هي المحادثة وهذه هي العبارات وبتجدونها أيضا في الملخص القادم في المنتدى. Okay. Next step is page 16. Page 16. أبغاك تفتحون الآن صفحة 16. صفحة 16. Okay. صفحة 16 احنا أخذنا المحادثة الكلمات اللي في أعلى الصفحة على اليمين. الآن بناخذ التمرين الأخير اللي مكتوب عليه number 2. الآن مكتوب listen, circle the statement you hear. بدل ما أشغل لكم أنا راح أقرأ لكم. في كل فقرة عندك اختيارين. أنا راح أقرأ واحد منهم قراءة سريعة ولن أعيد تكرار العبارة حتى تكون مركزين. فقط لما تستمعون تضع لي الاختيار، هل العبارة اللي قلتها هي العبارة الأولى اكتب 1، العبارة الثانية اكتب 2. أوكي؟ راح نبدأ الآن. أفتح لكم مجال للكتابة الإجابات. أوكي. إذا في عبارة في التمرين نمبر 2 عندنا from 1 to 5، من 1 إلى 5، من 1 إلى 5. استمعوا الآن العبارة اللي بقولها وحددوا هل هي العبارة الأولى ولا الثانية. How are you؟ ما هي العبارة؟ العبارة الأولى. طيب في واحد بس قال 2 والباقيين 1. أوكي it is number 1، هي العبارة الأولى. هي العبارة. طبعا هذا ليست ما فيها مجال أقول لك ذاكروها، لكن هذا فقط تنمية حس الاستماع عندكم، ولا هي لما تجي بعدين تبي تذاكر يعني بتمر عليها مرور سريع. طيب number 2 please have a seat. ما هي الإجابة؟ It is number 2. نعم هي الإجابة number 2. طيب الفقرة الثالثة 3. I'd like you to meet Greg Adams. Is it 1 or 2؟ أيضا أوكي أكثركم قال 2 بعضكم قال 1. It is number 2، هي الفقرة الثانية، هي الجزء الثاني. طيب number 4. This is Naoki Inoue from Dentsu. وين ثلاثة؟ ما في شيء اسمه ثلاثة. أقول له 1 ولا 2؟ الاختيار الأول والاختيار الثاني. هو الاختيار الأول. قلت this is ولا قلت لم أقل here is this is. طيب آخر فقرة. Please to meet you. أعتقد أنها واضحة جدا. هي الجزء الأول، هي الجزء الأول. أوكي؟ طيب أباكم تنظرون الآن إلى اللوحة اللي أمامكم. عندنا expressions، بعض العبارات والمصطلحات أباكم تنتبهون لها، وهذه قريتها لكم أثناء المحادثة قبل شوي. أباك تميز بين I'd like to meet و I'd like you to meet. أوكي؟ فلما تجي مثلا أن تقول أعطيك اختيارين، أقول لك I'd like to meet ولا I'd like you to meet the manager. I have an appointment with him. أنا قلت أنا عندي موعد معه. إذا هل هو أنا اللي أبغى قابل المدير ولا أبغاك أنت تقابل المدير؟ طبعا واضح السياق يقول أنا أبغى أقابل المدير. فتقول I'd like to meet the manager. I'd like to meet the manager. وليس I'd like you to meet the manager. والعبارة الثالثة could you، وهذا قلنا سواء could you أو would you. Could you أو would you. مثلا لما أعرض عليك شيء أقول would you. Would you like to have a cup of coffee? Would you like me to send you an email? تبغاني أرسل لك الإيميل؟ Would you like me to send you the list of customers? تبغاني أرسل لك قائمة العملاء؟ Would you like me؟ أنا أعرض عليك. أو أقول لك could you اللي هو أطلب منك، مثلا أقول Could you write your name in English? Could you give me your telephone number? إذن فرق would you أنا أعرض عليك شيء، و could you أنا أطلب منك شيء. هذا هو الفرق البسيط بين
الثنتين. طيب الآن book page 17, book page 17 صفحة 17, صفحة 17. أبغاك في البداية في أعلى الصفحة. أوكي هذه طيب خلونا فقط في تحت الصورة هذه في الجزء الثاني من الصفحة, في الجزء الأسفل من الصفحة عندنا use some of these different ways to start conversation. هذه معلوماتك العامة, كيف يعني تبدأ محادثاتك مع الآخرين. تقدر تقول مثلا نتكلم عن اللي تحت الصورة, تحت الصورة اللي كأنها مفكرة هذه. مثلا لما تقول excuse me, لو سمحت I'm here to see Linda Holmes, ولو سمحت أنا هنا جاي عشان أقابل فلان أو فلانة. أو تدخل تقول good morning I'm here for the trade conference, صباح الخير أنا جاي هنا علشان مؤتمر التجارة. أو تقدر تقول hello I think Mr. Welling is expecting me, أنا أعتقد أن فلان ينتظرني الحين يعني متوقع وصولي. معناها بعبارة أخرى كأنك تقول أنا عندي موعد معه. I'm Ken Lee. Okay. طيب التمرين الثالث اللي تحته مباشرة 3, complete the phrases using the words below. عندنا أربع جمل وعندنا أربع كلمات, نبي نختار الكلمة الصحيحة, نضع الكلمة الصحيحة في الفراغ الصحيح. أوكي طيب الكلمات عندنا have وcome ولike وtake. خلونا نبدأ بنمبر 1, please in. وش الكلمة؟ come in. نعم please come in, من فضلك تفضل ادخل come in. طيب خلاص انتهينا من come, انتهينا منها. طيب نمبر 2, would you like me to فراغ that, to take, to take مو to have that, لا would you like me to take that, تبغاني اخذ الشيء هذا. واحيانا take that بمعنى اكتب, يعني تبغاني اخذ الكلام هذا, تبغاني انقل الكلام هذا take that. واحيانا بمعنى اشيل عنك شيء, مثلا واحد مع شيء تقول would you like me to take that, تبغى اخذ هذا. طيب 3, please a seat, have a seat. نعم يعني have a seat, تفضل اجلس. طيب number 4, would you some coffee, would you like. number 4, would you like. أعيد الإجابات مرة ثانية. number 1, come, please come in. number 2, would you like me to take that. number 3, please have a seat. number 4, would you like some coffee. طيب رقم 4 اتركوها. آخر شيء number 5, last exercise on this page, آخر تمرين في الصفحة هذه, آخر تمرين. عندنا أيضا أربع كلمات, wait, was, start and meet. number 1, how the journey here, how was. okay, how was, كيف كانت الرحلة إلى هنا, how was. Correct. Tab number 2, I'd like to a few minutes for Mr. Zhao to join us. I'd like ايش, to wait. نعم انا ودي ننتظر, wait, wait. Okay, very good. 3, it's good to you, to good to meet you. نعم جيد اني اقابلك, it's good to meet you, thank you for coming. Number 4, let's start now. Let's start now and we can break for coffee at 10:30. خلونا نبدا الحين وناخذ بريك القهوه الساعه 10:30. Okay. طيب this is book page 17. الان next page page 18. Okay, page 18. بناخذ فقط شغلة بسيطة جدا. شوف اللي في الكتاب هذا محذوف ما عدا اللي في أعلى الصفحة. اللي في أعلى الصفحة فقط هو المطلوب, اللي في أعلى الصفحة التمرين هذا, وهو عبارة عن الآتي. Okay,
مكتوب هنا read the conversations below which one is formal. شو معنى كلمة formal؟ يعني رسمي. Which one is informal؟ وش اللي غير رسمي؟ طبعا أنت لما تقابل مثلا لما تقابل موظف رسمي، لما تقابل مدير، فأنت تكون عباراتك رسمية، بينما لما تقابل صديق تكون العبارات مختلفة. فهذا معنى formal وinformal. Formal and informal. طب عندنا فقط عمودين من العبارات، عمودين من العبارات، عمود اليسار وعمود اليمين. اوكي، العبارات اليسار راح اقراها لكم بشكل سريع وبعدين حدد هل العبارات هذه تعتبر formal ولا informal. اوكي، هل هي شيء هذا عبارات رسمية تقال في 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 مناسبات رسمية وإلا غير رسمية. اوكي، شوفوا معي الفقرات اللي فوق. Hey Toshi. Hi Martha. How's it going? Not so bad. How's your family? Pretty good, thanks. Have a seat. Or have tea. Have coffee. Tea please, thanks. هل العبارات هذه هل هي formal ولا informal؟ اوكي، واضح انها informal، عبارات غير رسمية تقولها لأصدقائك، لزملائك بشكل يعني ودي، ليست عبارات رسمية، إذا informal. لكن لاحظ الفرق في العبارات الأخرى المقابلة. Good morning Mr. Hong. Good morning Miss Wilson. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm very well, thank you. Please have a seat. Would you like a cup of tea or coffee? Thank you. Tea would be nice. لاحظ العبارات، واضح جدا انها formal، عبارات رسمية. دائما تكون الجمل كاملة والمفردات مختلفة. اوكي، هذا طيب ليش احنا نقول الكلام هذا؟ لان هذا كلام مهم في قطاع الاعمال ومقابلات الشخصية وفي مثلا مؤتمرات واللقاءات، لابد ان تحدد نوع العبارات اللي تقولها. اذا كانت في اجتماع رسمي لازم تكون عباراتك رسمية، اذا كان كلام ودي، لقاء ودي، عشاء كذا ليس له علاقة بالعمل، فهالحالة تستطيع ان تتكلم في بكلام غير رسمي. اوكي، اذا مرة ثانية، هذا كلمة informal كلام غير رسمي، informal، وكلام formal اللي هو كلام رسمي، كلام رسمي. بقية الصفحة محذوف، بقية الصفحة محذوف. اوكي، طيب الآن book page 19 اللي بعدها. هنا الآن نتكلم عن القواعد، قواعد وهو موجودة في الكتاب وأيضا موجودة أمامكم في صفحة 19. قبل ما نشوفها، شوفوا العبارات اللي أمامكم عن اللوحة على السبورة. الكلمات اللي أمامكم، كلمة next to، شو معنى next to؟ معناها بجانب. next to معناها بجانب. طيب across from معناها مقابل، لما تصف مكان تقول أنه across from كذا. Where is the mosque? It's across from the hospital. وين المسجد؟ هو مقابل المستشفى مثلا. Across from. My office is across from the cafeteria. إيش معناها؟ مكتبي مقابل الكافيتيريا. طب between معناها بين. لما تشوف كلمة between معناها لابد أن تذكر بعدها شيئين. ما تقول مثلا my office is between the office, between the cafeteria. مكتبي بين الكافيتيريا، بين الكافيتيريا وإيش؟ معناها لازم تذكر الطرف الثاني. مثلا between the cafeteria and the elevator. بين الكافيتيريا والمصعد. Okay. My house is between the school and the mosque. بيتي بين المدرسة وبين المسجد. بين، between. اللي بعدها down. down ليس بالضرورة معناها أسفل. لما مثلا أن تكون أنت مثلا عندك مجموعة مكاتب وأنت في طرف،
تقول my office is down the hall، يعني في آخر القاعة. down يعني امش في النهاية تجده هناك، هذا معنى down، في آخر المكان. إذن down ليس بالضرورة معناها down يعني لازم تكون نزول من أعلى إلى أسفل، وإن المقصود في آخر المكان، في آخر المكان. الكلام هذا موجود أمامكم على صفحة 19، page 19. أبغاك تفتحون صفحة 19 الآن، صفحة 19 page 19. Okay. الآن عندك الكلمات مكتوب next to, across from, between and down. هذه الكلمات اللي شرحت لكم على السبورة قبل شوي. الآن أمامك مخطط المكاتب هذا، أبغاك فقط قبل ما نحل الفراغات تنظرون إلى المخطط الرسم هذا. نبدأ بالعمود اللي فوق، العمود الأفقي. الغرف عندك 302 302، بعدين 304، وجنبها elevator مصعد، ثم 306. إذن ثلاث مكاتب وفي بينهم مصعد. اللي تحتها عندك 301 مكتب 301، وعندنا stairs اللي هو الدرج، وعندنا 303 وعندنا 305. إذن هذه هي المكاتب من 301 إلى 306، ومعهم مصعد ومعهم درج، وكلهم لاحظ الممر هذا اللي في النص. أوكي، نبغى نحدد الآن موقع كل مكتب مقابل شيء ما. أنا ممكن أقول لك موقع مكتب 302 مقارنة ب 301 بتقول يقابله. طب 302 مقارنة ب 304 تقول بجانبه. أوكي، هذا هي الفكرة. خلونا نحل الآن فقرة A. خلونا نحل فقرة A. أوكي، أفتح لكم مجال للإجابة. أنا ما راح ناخذ في القواعد هذا شيء كثير، مجرد فقط تتعرف على هذه ومعانيها واستخدامها. الآن A room 301، الغرفة 301 أو مكتب 301 is فراغ room 302. وش موقع 31 مقارنة ب 302؟ إذن across from، نعم مقابل، across from correct. رجاء لا أحد يكتب عربي، لا تكتبون عربي. Don't write Arabic, I don't accept it. This is English. لا تكتب عربي إلا إذا طلبت منكم ترجمة. لكن الآن اكتب English. إذن across from. Across from. Correct. B. The elevator is فراغ room 304 and 306. إذا الآن أنا أطلب واحد قال next to, ناس قال across from, ناس قالوا between. طيب ايش معنى قلنا across from؟ across from قلناها مقابل، وإن اخترناها قبل شوي انتهت، ما تقدر تختار الإجابة أكثر من مرة. الآن موقع المصعد، لو قال لك موقع المصعد مقارنة بغرفة 304 بتقول next to، أو قال لك موقع المصعد مقارنة ب 306 تقول next to، لكن ما هو موقع المصعد مقارنة بالغرفة 304 306؟ مع بعض، ما فرقهم، قال مع بعض. وش مو موقعه؟ إذا between، لا ليست next to، اللي كتب next to no this is not correct، ليست مقابل، ليست بجانب. بجانب لو ذكر واحد منهم ما تقول بجانب 304 و 306، لا هو موقع بين 304 و306. إذا نقول between، between. إذا answer number number our answer B is the elevator is between room 304 and room 306. طيب C room 303، الغرفة 303 is room 305. وش موقع 303 مقارنة ب 305؟ where is it؟ إجابة هي، هل نقول down؟ لا ليست down. down إذا أنت في طرف وبتبغى تروح لأقصى الطرف الثاني تقول down، أما هنا فنقول next to، نعم بجانب. غرفة 303 تقع، وش علاقتها ب 305؟ بجانب، next to، next to. آخر شيء
روم 301 موقع غرفة 301 فراغ the hall اللي هو القاعة، كان هذه قاعة كبيرة. From room 305 لاحظ وش موقع 301 بالنسبة ل 305، لاحظ كل واحدة في طرف، كل واحدة في طرف. نقول down the hall في آخر القاعة، down the hall في آخر القاعة. إذا موقع 301 هي في آخر القاعة بالنسبة للمكتب وغرفة 305. أوكي، راح نتوقف هنا إن شاء الله على أن نكمل في اللقاء القادم. We still have 3 or 4 minutes for questions. Do you have any questions؟ في أي سؤال يا شباب؟ Do you have any questions؟ No questions. التمارين معنا، وش تقصد بالتمارين معنا؟ ما فهمت. كل شيء أخذناه أكيد معنا، اللي حذفته محذوف واللي شرحته معكم، يعني هذا باختصار. اسم الكتاب، اللي يبغى يعرف الكتاب والأشياء هذه، هذا يرجع للمنتدى، يرجع للمنتدى. المنتدى وضعت فيه كل شيء، الكتاب والأشياء المطلوبة، المواضيع المطلوبة، ولا يحتاج اللي يبحث عن الكتاب في جرير يلقاه او ما يلقاه، موجود كل شيء في المنتدى. كم لقاء؟ 12 لقاء. الان احنا اللقاء الخامس، باقي 7 لقاءات. ابتداء من الاسبوع هذا قلنا راح يكون اللقاءين في الاسبوع، يوم الاثنين يوم الاربعاء في التوقيت نفسه، ما لم يعني ياتي تعديل للمواقيت. جهازي ما يكتب انجلش، ما اعتقد انه بالامكان بكم معالجة الأمر هذا. No questions. طيب حسين باربيع يقول ما فهمت، ما فهمت ايش؟ طيب حدد عشان أستطيع أجاوب. نعم نزلت الكتاب في المنتدى. المحادثات تكلمت في المنتدى، وش المطلوب في المحادثات؟ هل يحذف معاك كلمة؟ لا، ما راح تكتبون ولا كلمة عربي في الاختبار، ما راح أطلب منك تترجم شيء نهائيا، الترجمة لك أنت الآن حتى تفهم المعنى. طريقة الاختبار هي نفس طريقة التمارين اللي نزلتها في المنتدى، يعني إذا أخذت التمارين هذه كأنك تشوف نسخة من الاختبار، ليست معناها هي أسئلة الاختبار، لكن هي نفس الفكرة تماما، نفس الفكرة تماما. ما في تكاليف؟ لا، التكاليف غير محسوبة في الدرجات، فما لها داعي. فأنا يعني كنت أول حط تكاليف وكذا، فصارت يعني مجرد استهلاك وقت. فالأفضل إني أنزلها تمارين في المنتدى، وبعد فترة أنزل الحل بعد ما نتناقش فيه. كيف تجي الكلمات؟ أرجع للتمارين اللي في الكتاب اللي في المنتدى، وبتحصل طريقة السؤال عن الكلمات. Could you؟ طب could you would you؟ كلمة could you لما تطلب من شخص شيء فتقول له could you مثلا، could you write your name؟ ممكن تكتب اسمك. could you، could you give me your telephone number؟ ممكن تعطيني رقم هاتفك. هذا could you، هذا تسمى الطلب، request. أما إذا أنت تبي تعرض شيء على شخص ما، تقول would you like to have coffee؟ تبغى قهوة؟ ممكن يعني أعطيك قهوة. would you like me to help you؟ تبغى أنا أساعدك؟ هذا يسمى offer، عرض. العرض أنك تعرض خدمتك على الشخص، أما الطلب أن تطلب من الشخص شيء ما. فهذا هو الفرق بين could you و would you. and I think the time is up، انتهى الوقت. see you إن شاء الله next meeting. And again, if you have any questions, please go to the message board, to the forum. أرجو تذهبون للمنتدى وبالإمكان طرح الأسئلة، لكن أرجو قبل ما تسألون خذوا لكم كذا لفة سريعة لمواضيع المنتدى، وقد تجدون إجاباتكم قبل أن تطرحوا الأسئلة. ألتقيكم على خير إن شاء الله في اللقاء القادم في أمان الله.